السلام عليكم. لاباس؟ هانيين؟ كلكم كتعرفوا هذيك النكته اللي كتهدف قال لك هذا واحد مكلخ، راه هو انا. انا راه فاش كنت صغير كنت كنسحب الشمعيه مدينتي هي اللي كتصيف الشمع، وتا كبرت عاد عرفت راه الشمع كان عديها في الراس. وفي الابتدائي راه تجمعوا عليا الاساتذه قالوا لي هادشي تا وليدي في اخر العام، والله لا طفرتي، ولكن صدمتهم خرج لهم في الدوره الاولى. بالسيف بالسيف ما نخرج، القيسم اللي قريت فيه قراو معايا على السطوله، انا الوحيد اللي خرج فيهم بانيو. واحد النهار والاستاذ اللي دخلت عنده يردني اللور، الاستاذ اللي دخلت عنده يردني اللور، قال لك حقه ما حقه خافني نعادي ليه الدراري بالكلام، تمالينا فيا الجدريو. واحد النهار طلع لي الدم، مشيت عند المدير قلت له راه خاصني نريح لقدام. فعلا المدير حطني لقدام الاستاذ هاد السبوره رد اللور. وليت وليت كنبان بحال هذوك اللي كيطلعوا التران مقطعين برومي كلاس ومريحين اللور، عام مقطع الاوراق بالفلوس وانا مقطع الاوراق مع الله. والتمارين التمارين انا راه كنت ديما صايب التمارين، مره وحده اللي ما صايبتهمش، ولكن دي فور ماشي ديالي ديال المعلم. دابا انا هزيت الدفتر ديته المعلم ديال التلافز، قلت له الله يرحم الوالدين صايب لي التمارين كيف العاده، قال لي سير تالغدا راه الكاويه بارده خاصها تسخن. ورجعت للمدرسه وعطاني الاستاذ واحد القتله ديال الكلاب، سيمانه اللي بردوا لي يديا، عا بردوا يديا وهي تسخن الكاويه. واحد النهار لزمت الاستاذ مريح انا ما بيا ما عليا، اتدخل المفتيش على غفله. الاستاذ المفتيش ما دوا معاه حتى واحد، جات لحدايا انا ويريح، تما عرفت راسي راه مهم. عرفتي الاستاذ عاش شافو ريح حدايا وبدا يدير نخرج ترى نخرج، قلت لي فين نخرج؟ حنا مريحين مع ناس مهمين ونخرج واش تتسطيف؟ ناس مهمين ونوض نخرج واش تتسطيتي؟ دار عندي المفتيش قال لي شنو درت لعندكم اليوم؟ قلت له عندنا الرياضه. قال لي لا راه عندكم جغرافيا. قلت له انت من عارف علاش تسول فيا علاش؟ شويه ناض الاستاذ قال لنا شنو؟ قال لنا اين تقع يوغوسلافيا؟ هزيت انا صبعي. استاذ شاف فيا ويدور وجهه. ناض المفتيش قال لي قول هذا يجاوب. وقفت هنا قلت لي تقع يوغوسلافيا في الصفحه 26. والاستاذ شد براسه تلفت المفتيش قلت له قلب في الصفحه 26. قال لي يا وليدي انت الصفحه 26 راه في اسكتلندا. قلت لي شوف 27. قلت لي شوف 27. قال لي 27 ما فيها والو. قلت لي حولوها العام اللي فات قرينا في 26. استاذ بدلت المقرر. استاذ بدلت المقرر وشويه ويتلفت ليا. قلت له استاذ بدلت المقرر. تلفت المفتيش كي يشوف فيا. قلت له ما كتشوف فيا انا اللي محوله. قلت له ما كتشوف فيا انا اللي محوله. اصلا راه ما بيناتهمش بزاف 400. قال لي 400 كيلومتر. قلت له 400 ديال المركوبه صاحبي انت ما قرزيز مال. والاستاذ والاستاذ كان يدور على التلامذ كاملين يسولهم من يتكبروا اش بغيت تولي، وكيجي تلعب دينا وينقزني عارفني كبرت على هاد الهضره واش انا باغي ندير هاد الهضره. الضحك الخاوي هذا. ورا راه الامتحان انايا راه الامتحانات كانوا كيجوني ساهلين اكثريه، لكن فيهم هذاك التمرين ديال املاء الفراغ بما يناسب. واو راه واحد النهار حطوا لي الورقه اللي لقيت فيما لقيتش بلاصه خاويه ندير فيها بما يناسب. واحد النهار سميتك تدفع بما يناسب باش سميتك تدفع بما يناسب. والاستاذ من كثرة ما بقيت نسقط عدو نسقط عدو، ربع عليا الكبده، سقطت عدو العام الاول، سقطت عدو العام الثاني، سقطت عدو العام الثالث، العام الرابع مسكين بقيت فيه ويدير ليا ينتقل لكبار سني. والله ما فهمتها وين راه لكبار سني؟ شنو غادير؟
عيطوا لي في الابتدائي ولا عيطوا لي قايدهم ديال الابتدائي. بقيت ننجح في التقادم، ننجح في التقادم، ترقيت. واحد النهار رجع عندنا الموجه بغى يوجهنا، قال لي يا وليدي شنو هو الميول ديالك؟ قلت له نميلوا وما نطيحوش. وقال لي قال لي شنو هو الميول ديالك؟ زعما الماده اللي كتميل جهتها. تلفت لصاحبي قلت لي شنو الماده اللي كتميل جهتها؟ قال لي المات. قلت لي قيد المات. قلت لي قيد المات شويه ويقول لي لا وليدي راه انت علاش كتميل؟ قلت لي راه مريح حدايا كنميل جهته اللي كتبها كنكتبها. تعا قيد المات خاسر شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي مبغاش تفهم لي انا هي علاش كنقراو العربيه بالعربيه ونقراو المات بالعربيه الفيزيك بالعربيه، جاو الفرنسي ويقراو لنا الفرنسي، وحنا في المغرب خاصنا نقراو بالعربيه. تعال نمشيو لفرنسا ونقراوها فرنساويه ديك الساعه. وجراو عليا من المدرسه وخرجت قلت اش غندير؟ غنمشي نخدم. مشيت اسيدي خدمت مع شي قباصه، سبحان الله راه الكلاخ كيقلب على الكلاخ. مشيت خدمت مع شي قباصه تما مكلخين، داروا القبص واحد السقف قالوا لي شد فيتي كرم. شديت انا بالقبص، كرم القبص، كرمت يدي، مشاو مساخيط والدي داو السلوم خلوني معلق. ومشاو مساخيط والدي داو السلوم خلوني معلق. نساوش راجل محلولين، انا مكرمني القبض وزاد كرمني البرد. وجا مول الدار تا هو مكلخ، قال الله الله على تريا. مشى جاب واحد تريسيان. ومشى جاب واحد تريسيان مطنق، قال لي الحاج غندير جبرات فوق وحده لتحت، تا في لتحت مسخوط والدي. انت فين تحت؟ راني لابس سبرديله مسخوط والدي. انت فين تحت؟ وامشي شحال عاد عاقور انا ماشي تريا. نصلوني مشيت عند واحد الطبيب، قلت لي السيد الطبيب الله يرحم والدي راه يدي معوقبه، بغيت ندير الترويد. قال لي لا وليدي انت ما خاصكش ترويد. قلت لي اش خاصني؟ انت خاصك تعويض. قلت الحمد لله. قلت الحمد لله باقيين ولاد الناس في البلاد. قلت لي شكون يعوضني السيد الطبيب؟ قال لي غيعوضك الله وليدي. قلت لي سير دعايتك الله السيد الطبيب. وانا راه اكتشفت واحد الحاجه، اكتشفت انه كاين المكلخ وكاين المكلخ برو. انا راه مكلخ برو ماكس، فيا 256 جيجا ديال الكلخ. وهاد الكلخ مالو ديالي؟ راه ديال جدي، انا راه محافظ ليه على الورد ديالو. انا جدي راه كان يعاودوا لي عليه نهار مشى يجيب جده، وخلى جده وجا اختها. ومشاو عدو، قال لي اودي راه قديتي اختها. مشى هو بغى يجيب جده، جدك عاد، قالت لي علاش المره الاولى ديتي اختي؟ جدة طلعت مكلخة، اللي جا بغا يرد راه ماشي جدي، راه خو جدي. جدي فينا هو؟ راه دار دراري مع اختها. وفي الاخر خو جدي صدق واخد جدة، وجدي انا طلع هو اختها. وقال ما فهمتوهاش. وقال ما فهمتوهاش، الحمد لله راه ماشي ابو وحدي اللي مكلخ. نعاود لكم بوبا. شتي انا بوبا؟ نهار مشي يجيب مي، راه خلى مي. واش انتوما من نيتكم دايرين راسكم في مكلخ؟ الله يرس. هاد الورث انا راه جبد لي صداع مع خوتي. واحد النهار تناضوا قال لك حقا ما حقا نفرقوه. ايوا ديش غنفرقوا؟ قلت لهم هاد الكلاخ شحال ساوي؟ قال نعطي لكم فلوس. وعطيتوا لي فلوس وبقيت انا بوحدي اللي مكلخ. باش تعرف الكلاخ كيدير. وانا شفت عييت، قلت خاصني انا ما بقات عندي فلوس، ما طفرتو في قرايه. قلت غنمشي للبنكه تسلف، ياك يعطوا فلوس. مشيت تسلف، مشيت عندهم قلت لهم الله يرحم والدين خاصني واحد جوج مليون. قال لي مرحبا. دخلت قالوا لي ولكن راه كاينه الفائده. قلت الحمد لله مرضي الوالدين، جيت مع الفائده قد قد. وفينا يا دركو؟ راه من ديك الوقت وانا نخلصها في الفائده، جوج مليون راه باقي على ظهري. ولكن كاين واحد الناس انا كنحترمهم. علاش؟ حيت هما كيحترمونا. ما كيبغيش يقول لك ناس مكلخين، كيقول لك ناس عندهم نسبه ذكاء قليله. ها يعني دابا دوك الذكيين حتى هما مكلخين عندهم نسبه ذكاء كثيره. راه قلت لكم انا ذكي في الكلخ. عطاني الله الموهبه ديال الكلاخ، قلت خاصني نبارطاجيها مع الناس، خاصني نشرها. اش غندير؟ درت قناه سميتها كلاخ بيوتي، وليت كنشرح للناس فوائد ديال الكلاخ، وتحت شعار لما صدمتيهمش بالذكاء دهشرهم بالكلاخ. وما بقاوش فيا انا دوك المكلخين اللي دخلوا عندي،
بقاو فيا دوك الذكيين اللي كيديروا لي كومونتير وكيقولوا لي اش هذا الكلام. انا دير المكان الخاين انت دخلك ليها. وهذه الحاجه الوحيده اللي نجح ليا في هذا الكلام هي السوشيال ميديا. هي واخا ما عرفش نطقها ولكن راه نجح ليا في هذا الكلام. وانا راه ساليت سكيت ولا عجبو السكيت يدير سبسكرايب ويفعل الجرس ليصله الجديد، وإلا متفعلها فعلى من ندك عقد منام.